وكيف تتعامل هذه الميليشيات المسيطرة في هذه المناطق على المساجد الموجودة أصلا في تلك المناطق، وهي مساجد سنية بالأساس حسب الأغلبية في سوريا؟ أولا تم إجبار كل هذه المساجد على أن يؤدون الأذان بالأذان الشيعي، وكذلك تم إجبار الخطباء بأن يخطبوا لمصلحة إيران ومصلحة النظام السوري، وكذلك بأمور هي مخالفة حتى للدين الإسلامي السني. هي حرب على السنة بشكل كبير جدا. تم تحويل الكثير من المساجد إلى حسينيات. يجب أن يعرف العالم على أن الشعب السوري هو ليس ضد الشيعة، ولكن أن يتم تغيير الشعب السوري السني إلى المذهب الصفوي فهذا الأمر مرفوض، ومرفوض رفض قاطع من قبل الشعب السوري، كما هو مرفوض من كل العرب من المحيط إلى الخليج. حاليا إيران والميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بصراحة يعملون على عملية تغيير عقائدية سوريا، تغيير عقائدية الشعب السوري، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا مجازر فظيعة بحق الشعب السوري. نعم أشكركم شكرا جزيلا سيد مضر حماد الأسعد، رئيس الرابطة السورية لشؤون اللاجئين والنازحين، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.